الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واختفى أسره إلى يوم الدين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعلم إنه في مثل هذه المواقف، في مثل هذه المناسبات، قد يكون الحديث غير مستساق. عليه أختصر في كلمات. أولا باسم أهل شندي ونيابة عن أخي مجذوب الفاضل معتمد محلية المتمة، وباسم أهل المتمة جميعا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم بكل مكونات مجتمعي شندي والمتمة، ونحيي تحية خاصة للسيد أهل الولاية الذي أولى هذا البرنامج اهتمامه الخاص من رئاسته للجنة العليا لهذا الاحتفال ولهذا البرنامج إلى تشريفه لنا في هذه الجلسة، وتحية نسوقها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأخت الوزيرة والسيد وزير الدولة بالوزارة، وهم يولون هذه البرامج اهتماما خاصا. ولكن تأتي هذه المناسبة وتحتفل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 5 قطاعات، ولعل كل جامعات السودان من قبل لم تساوي عدد هذه القطاعات، كانت لا تتجاوز 5 جامعات، فهذه واحدة من بشريات التعليم العالي وثورته. هذه الولاية تحتفل الآن ب5 جامعات، وكذلك هذه 5 جامعات كانت تعادل كل جامعات السودان. فتحية لكم أسرة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في السيد البروفيسور التجاني مصطفى والوفد المرافق له، وتحية لمدراء الجامعات الذين يشاركون في هذه الأمسية. وأقول نحن عندما كان بدايات هذا البرنامج والتخطيط له حدثنا طلابنا في جامعة شندي وقلنا لهم سوف يأتون إخوان لنا كرام من جامعات أخرى من هذه الولاية التي انفصلت إلى ولايتين، من دنقلة وعبد اللطيف الحمد وجامعة الشيخ البدري وجامعة وادي النيل. هؤلاء هم طلابنا وأبناؤنا، مننا وفينا، علينا إكرامهم وحسن استقبالهم وضيافتهم وتوفير الأمن لهم. ولكن فوق ذلك طلبنا من طلابنا في جامعة شندي بأن يحصلوا لنا هذه الكؤوس. فالكرم والضيافة وحسن الاستقبال وتوفير الأمن والطمأنينة لضيوفنا الكرام، وحصد الكؤوس لجامعة شندي. وأقول هذا الحديث ونحن نحتفل اليوم وقد بلغ البنيان تمامه وقد حصدت الكؤوس، ولكن ما يزيننا وما يجملنا في هذا اليوم هذا العرض الإبداعي للطلاب الذي لم يتجاوز الأعراف والتقاليد، والذي لم يبعد عن موروثاتنا وتقاليدنا، والذي كرس لتراثنا الشعبي، فقدموا لوحة رائعة. فالكؤوس التي تهدى اليوم تهدى إلى هذا الإبداع كله. تحية لكم طلاب دنقلة، تحية لكم طلاب عبد اللطيف الحمد، تحية لكم أبناء بربر جامعة الشيخ البدري، وتحية لكم أهل عطبرة جامعة وادي النيل. مرحبا بكم في شندي بين أهل الكرم والضيافة، ومرحبا بكم تقدمون إبداعا تهدونه لأهل السودان جميعا. نقول هؤلاء هم طلابنا ينهنون العلم من باب ويقدمون الإبداع من باب آخر. وأقول لإخواني قيادات العمل الطلابي في هذه الولاية، إن كان الإخوة في الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية أو الإخوة في الاتحاد العام للطلاب السودانيين، هؤلاء هم ثمرة جهد وجهاد يجب أن ترعى حتى تثمر
وتقدم خيرها للسودان كله. تحية أخيرة أقولها باسم أهلي في شندي، آمل أن يكونوا هؤلاء الطلاب قد وجدوا حسن الوفادة وحسن الضيافة وحسن الكرم، ولا أشك في ذلك، فنحن أهل الكرم وأهل الضيافة، وآمل أن يكون زيارتهم لهذه المحلية قد زادت رباطهم بأهلهم ووحدت كلمتهم، ففي هذه الزيارة منافع غير المنافسات الرياضية والثقافية والعلمية، فكذلك رباط اجتماعي ورباط دم وأخوة بين أبناء الولاية الواحدة، آمل أن يكونوا قد ينوا هذه كذلك. قبل أن أبرح هذا المكان، جلست في العام السابق وفي مسرح النيل في عطبرة، وكان نجلس هذه الجلسة نفسها وأنا وقتها معتمدا لعطبرة. جلس معنا البروفيسور التجاني مصطفى وقتها وهو وزير الدولة للتعليم العالي، لنشهد ختام المهرجان الإبداع الطلابي للإقليم الشمالي أو المناطق الشمالية، جامعاتنا الشمالية نفسها. وفي هذا التنافس وفي هذا التسابق وقدم على مسرح عطبرة إبداع مثيل لهذا الإبداع، فأقول لبروفيسور التجاني هنيئا لك وأنت تحمل هذه الراية من ولاية إلى أخرى، ونتشرف بأن نقدمك في عطبرة على مسرح النيل، وأتشرف أن أقدمك كذلك على مسرح شندي من داخل كلية التربية لتخاطب أهلك في شندي وطلابك في جامعات القطاع الشمالي ليسمعوا منك حديث المعلم لأبنائه، وأنت قطعا قد ملأ قلبك السرور بما رأيت، فنسأل الله لكم مزيدا من التقدم والرفعة في هذا المجال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.